بدي أسألك شغلة، وأنا يعني متأكد إنه سيتم نبذ هذا الزميل إذا أبعد مش كل النقاط اللي حكيناها، مش الثمانية بس أغلبها، إذا ما كان متفاعل مع زملائه خصوصا في مجتمعنا الشرقي. يمكن هدول النقاط مهم تمشي بأوروبا ولأن هم حياتهم هيك، ولكن في مجتمعنا العربي يعني بقدر أجزم إنه ممكن يكون يبعدوا عنه الناس أصدقائه. أسامة شو رأيك بالموضوع؟ هي مسألة يعني مختلف، يعني مختلف عليها، لكن هو المقصود ما حكيت كل النقاط ولكن البعض منها. مثلا واحد مريض زميل ما يقول لزملائه أنه عن صحته، ما يشاركهم عواطفه، ما يشاركهم أشياء كثيرة، المشاكل العائلية أحيانا. تعرفوا إحنا بنقضي كثير وقت يا جماعة بالشغل أكثر من بيتنا أحيانا، فلذلك إذا ما شاركنا هاي الأمور بيصير الواحد ستون أو متجمد أو منعزل عن الآخرين. تفضل أسامة. يعني انت طبعا زي ما ذكرت مسألة ان وجود صداقات وزمالة بالعمل ده بتهون وبتخلي ان انت برضو بتنتقل الى يعني جزء من بيتك او اسرتك في النهاية، لانه احنا صحيح. حتى طبيعة عملنا هي طبيعة بتعتمد على الفكر والثقافة وما الى ذلك، ويعني وبالتالي الناس بتكون قريبة من بعضها اكثر يعني. نعم.